واحنا بنتكلم عن مدينه متكامله، مدينه بتستهدف ان يكون ان يقطن بيها 3 مليون نسمه، لازم تكون فيها خدمات ايضا تعليميه، وخدمات تعليميه على مستوى كمان عالي جدا، لانها حتى بتستقطب مش بس الطلبه والطالبات من المصريين، لكن كمان بتستهدف طلبة كمان من الخارج، فيجب أن تكون على هذا المستوى أنها تقدم خدمة تعليمية تليق باسم مصر. زي إيه اللي بيقدم هذه الخدمة التعليمية؟ جامعة التكنولوجية بالعالمين الحقيقة بتقدم كمان برامج تتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد اللي اختلفت بشكل كبير جدا عن متطلبات سوق العمل المتعارف عليها قبل كده. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير عن الجامعة التكنولوجية بالعالمين ونرجع على طول. العديد من البرامج المتخصصة توفرها جامعة العالمين الدولية، حيث تؤهل الخريجين على مواكبة تطورات التكنولوجيا في سوق العمل محلياً ودولياً، وكان اختيارها في قلب الساحل الشمالي لتعيد هذه المنطقة إلى سابق عهدها منارة إلى العالم أجمع. سعداء أن احنا موجودين ضمن منظومة مدينة العالمين الجديدة، إحدى المدن الذكية وإحنا إحدى المدن الواعدة الجديدة في جمهورية مصر العربية. مبادراتنا لبناء قدرات الشباب والتأثير على المجتمع، سواء كان في نواحي التنمية اللي في النهاية بتترجم إلى اقتصاد وبتحقق خطط الدولة التنموية في المنطقة. عندنا مرونة في تكوين برامج دراسية بتكون بشكل برامج متعددة ومتداخلة، زي مثلا برنامج المحاسبة ونظم المعلومات، وده بيجمع بين تخصصي المحاسبة ونظم المعلومات مع بعض، وده بيخلي الخريج بتاعنا مؤهل بشكل كبير جدا ان هو يجمع بين تخصص المحاسبة وتخصص الانفورميشن تكنولوجي، وده طبعا بيتوافق مع توجه القيادة السياسية ان يكون عندنا خريج مميز بشكل كبير جدا وعنده من المؤهلات التكنولوجية اللي تساعده مع التخصص الطبيعي بتاعه. احنا عندنا بنتميز بالاهتمام بالتدريب الطلبة، يعني قبل ما الطالب يتخرج قبل سنة 5 عندنا حوالي 1800 ساعة تدريب، بنهتم بالتدريب جدا جدا. عندنا بنهتم ان احنا نسفر الطلبة تتمرن برضو في الخارج، فعندنا اتفاقية مع جامعة لوفيل، في عندنا طلبة بيسافروا في الصيف في ريسيرش لاب لمدة 2 شهر. جامعة العالمين الدولية أدركت مبكرا أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنمية، وتدخل كل عام دراسي مزيدا من البرامج التعليمية المتطورة في مجالات الذكاء الاصطناعي. البرامج اللي هتبتدي من العام الأكاديمي القادم في برنامجين، برنامج المعلوماتية الطبية بايو انفورماتكس، والبرنامج الثاني هو تكنولوجيا المعلومات. البرامج دي كلها زي ما قلت لحضرتك هي مصممة لتأهيل الطلبة لوظائف المستقبل، ده بالإضافة للشراكات كمان الدولية، ودي واحدة من ضمن نقط التميز الكبيرة في جامعة العالمين الدولية، إن معظم البرامج دي فيها شراكات دولية مع جامعات كبيرة. في خلال فترة دراستي شاركت في تدريب صيفي في جامعة لوفيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعديها شاركت في برنامج مشترك مع طلاب من فيرجينيا تك، وشاركنا في مسابقة وطلعنا المركز الأول فيرجينيا تك كمبيوتر ساينس أندر جراد ريسيرش، وبعديها شاركت في تدريب بحثي في جامعة أونتاريو تك، نشرت ورقة بحث علمي وسجلت براءة اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي. براءة الاختراع اللي أنا شاركت فيها بنحل مشكلة إن الذكاء الاصطناعي الحالي بيطلع نواتج غير رقيقة، فإحنا بنحل المشكلة ديت بالاستعانة بأوراق بحث علمي، 210 مليون ورقة بحث علمي عشان نتأكد إن الذكاء الاصطناعي بيطلع حاجات علمية دقيقة. تؤمن جامعة العالمين الدولية بأهمية النهوض بالقدرات التقنية البشرية وبناء الإنسان المؤهل لاجتياز وظائف المستقبل. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.